الأبيض طي على طي. آويها طي سعودية وطي أردنية. آويها وأنا طلعت اليوم من داري. آويها ويا دار عمي ديروا بالكم علي. آويها حصنتك يم العروس بياسين. آويها ويا زهر البساتين. آويها يا مصحف صغير. آويها على عروس السلاطين. ضيوفنا اللي شرفوا الليلة دارنا فرحتونا بهالليلة. وانزلي على الحنة ست البنات ست البنات والشعر عشر خصايل مجدولات مجدولات مدت ايديها يحننها المسيونات مسيونات وعشر صابع مثل الشمع مضويات. لايك يا حنة عليها ما سيونولات
دوسي على الفرشة بالكوكب ريتش مبروك على الأحباب. ريتش مبروك على هلا. ودوسي على الفرشة بالقميص ريتش مبروك على العريس. يا ريتش يزين خطواتها يزفها كل الحضور أمها وخواتها ارموا عليها الزهور أشعلوا الدنيا بخور ولحد يغار منها عزيزة واللي خذاها أمير الليلة ليلتنا غير. مبروك يا أميرنا عسى الله يرعاك وعسى حياتك كلها سعيدة عسى الله يتمم فرحتنا وياك يقاك رب البيت رازق عبيده يزهاك لبس العباه يا أميرنا حنا ترانا بفرحك الليل أيامنا سعيدة. Shut up.
وقت الراسي ايويها لا فيكي عيبة ولا مقولة الناسي ايويها وارفعي راسك وللعالم قولي له ايويها نحن الذهب والناس لباسي السهرة بالعلي والدار ترحب بالضيف والمشاعل مضوية حي الله بليالي الكيف والسهرة بالعلي والدار ترحب بالضيف والمشاعل مضوية عليتنا العالي وتشرف عوديانا ويا ديرتنا الغالي ويا ملقى فطارنا عليتنا العالي وتشرف والله وحال شعر هيك
أرحب فيكم، أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأنا كتير مبسوطة بوجودكم معنا حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمد لله اليوم يوم كتير عزيز علينا، ولعائلتنا الكبيرة بقول إنه إذا ما وسعتكم بيوتنا توسعكم قلوبنا، والفرحة واحدة. حسين ابنكم، أنتوا أهله، وهذا عرسكم. حسين هو فرحة الأولى، ابن البكر، وزي أي أم أنا من زمان بحلم إنه أشوفه عريس، والحمد لله اليوم إحنا عم نبلش احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله الله يتمم على خير. وأخيراً صار عندي كنة، بس مش أي كنة، ما شاء الله عليها رجوة، يعني ما بعرف في أحلى أولاد منها العروس؟ جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. يعني أنا بتذكر من كم من شهر لما إجا حسين وخبرنا أنا وسيدنا إنه نوى إنه يتجوز، قديش كانت فرحتنا. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين. إن شاء الله يا رب الله يسعدكم ويوفقكم ويخليكم لبعض، وإن شاء الله دائما بتكونوا سند وفرحة بعض. ولأم فيصل، ترى إحنا عنا منقول دائما إنه بتعرفوا البنت من أمها، وأنا بحكي لكم الأم جوهرة. عزة، أنا بعرف أنا كنت بمحلك قبل شهرين وبعرف أنت كيف شعري، بس بدي أطمنك إنه رجوة بعيوننا وبعيون حسين، وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها. تعرفوا إحنا كأمهات يعني إحنا إيش بدنا من الدنيا غير إنه نشوف أولادنا مبسوطين ومرتاحين. ويمكن إحنا يمكن مرات بنراجع حالنا وبنقعد نسأل يعني هل إحنا عملنا كل اللي نقدر عليه. وأنا بالذات لأنه يمكن هاي عمري ما حكيتها، بس سيدنا الله يرحمه قبل ما يتوفى لما كان بالمستشفى وعرفنا انه تعبان،
أنا وعدت وعد، قلت له حسين رح يتربى زي ما أنت بدك فما تهك الهم. اليوم بطلع على حسين بشوف قدامي شاب جندي شجاع واثق من نفسه قوي، بشوف كيف يعني بالضبط زي أبوه، بشوف كيف أسلوبه، أسلوب تعامله مع عروسته، مع عرسه، كيف حابب إنه هذا العرس يكون بمشاركة أردنية، مش بس بالاحتفالات، بالتحضيرات كمان. فهون اطمنت إنه هو فعلاً شاب هاشمي واعي وعارف إنه هو منكم وإلكم. وبقدر أقول للملك حسين إنه الحمد لله إني وفيت بوعدي إن شاء الله، وإن شاء الله يكون هو راضي، وإن شاء الله كلكم تكونوا راضين. وألف مبروك إلنا جميعاً، لأنه هاي فرحتكم قبل ما تكون فرحتي. وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية.